خلونا نبدأ في أول سالفة. هي سالفة لأنها ممجوجة الحقيقة ومحزنة ومزعجة. بس قبل هذا خلونا نشوف التقرير بعدين نسولف. أنا مصلح العلياني، عشت في أسرة كريمة متدينة محافظة، وأدعو إلى الله جل وعلا. أنا أوجه رسالة لكل شبيه، أقول له انشق قبل تنشق. قبل ما تنفر الجهاد شيخ مصلح، طبعا هاي أول مرة تمسك بارود بحياتك في الشام ولا لا؟ صحيح. بالنسبة لي أنا لم أنضم لداعش أبدا، ولم أنضم لأي كيان ولا لفصيل ولا لجماعة بعينها، إلا عدة أشهر كان هناك رأي عام في الساحة أن يجتمعوا على كيان أسموه هيئة تحرير الشام. أبشري لك كلاش وبدلة قندهارية، وارسلك الأرض الشام تخلص بها النية. مكاني في المعركة اللي أحبه أنا الفصائل ما يتركوني فيه صراحة، أنا أحب الاقتحام، وأكثر من مرة اللهم لك الحمد يمن الله عز وجل علي به أن أروح الاقتحام وأورط الشباب اللي معي والحمد لله. مسألة سفك الدماء وقتل الأبرياء ما يحتاج أني أتكلم في هذا الموضوع أصلاً ولا أعلق عليه كثير، لأن منابر سوريا تشهد لنا بما نقول عن الدماء. إحنا ما دينا حقيقة حتى ندخل في مشاكل أهل البلد، وهذه وصية لكل مهاجر تهاجر في بلاد المسلمين كلها، تدخل في مشاكل أهل البلد إلا بالإصلاح في ذات البين بس. لن تنتصروا في سوريا ما دام أنه لا زال من بيننا وبين بيوتكم عوائل مؤيدة للنظام، وأنتم تعلمون مكانهم ويعيشون بينكم سالمين غانمين ويبلغون ويخبرون عليكم، ثم نحن نأخذ على المحسوبيات لأجل أقاربهم ولأجل إخوانهم. أين رجال الأمة؟ أين شباب الأمة؟ ألا تتحرك نخوتهم ورجولتهم؟ ألا تتحرك قلوبهم لصرخات إخواتهم؟ تعلمت أن لا أنخدع بكل من تلبس بلبوس الدين وكان ذو لحية وثوب قصير حتى تجربه في المواقف، فليس كل من تكلم في جامع كلمة يجتهد في النوازل، وليس كل من فتح حساب وقنوات في التليجرام وغيرها يتكلم في الشريعة، وليس كل من خطب جمعة أو أصدر مقطع فيديو أو صورة يتكلم في الشريعة.